نظمت اليوم الفيدرالية الجزائرية للرياضات المائية بالتنسيق مع الرابطة الولائية للرياضات المائية كأس الجزائر الذي تشرفت به كثيرا ولاية قسنطينة. إن شاء الله من خلالكم نتمنى التوفيق للفرق المشاركة، كما نتمنى كذلك التوفيق للفرق القسنطينية للعودة إلى المنافسات الوطنية والدولية. كان هذا الاحتضان هذا يعني يشرف الولاية، خاصة بعد أن الفيدرالية أصبحت من العادة أنها تنظم كل فعاليات كرة الماء على مستوى قسنطينة، لما وجدته من تسهيلات على مستوى التحضيرات.